بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا لأنفسنا ولا لأحد فيها شيئا يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، بعدما تحدثنا عن المحاور في اللقاء الرابع، نبدأ اللقاء الخامس ببيان ما اشتملت عليه سورة المائدة من المقاصد الشرعية التي تحدث عنها علماء الشريعة. والمقاصد الشرعية التي نعنيها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ الأموال وحفظ العقول وحفظ العقول. هذه الصورة اشتملت على هذه المقاصد الخمس، الكليات الخمس. في حفظ الدين قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حفظ النفس، قال ربنا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حفظ النسل، عند الزواج عشان تحفظ نسلك: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. سنبين ذلك إن شاء الله تفصيلا عندما نصل إليه. حفظ الأموال، حد الحرابة والسرقة، قال ربنا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقال في حد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وحفظ العقول، قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه المقاصد الخمس، هذه سورة عظيمة جدا، سورة المائدة، وفيها من الهدايات التي لو التزم بها المسلمون لارتقوا إلى مراقي الفلاح في كل حياتهم والدنيا، ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فهي سورة تدعونا إلى الوفاء بالعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك تبين لنا ما أحل الله وما حرم. قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: اليوم أحل لكم الطيبات. وعلمنا بنعمة الهداية إلى الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. وعقب ذلك على الفضل والإنعام، بالامتنان بالفضل والإنعام على أهل الكتاب الذين نقضوا العهود وخانوا المواثيق. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن ماذا فعلوا؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ضرب قلوبهم بعضها ببعض فنشأت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا يبين للمسلم ألا يتبع طريقهم، وأن يعتصم بالوحي ويهتدي بنور القرآن ويتحصن من الزيغ ويستمسك بشريعة الرحمن حتى يدفع إغواء الشيطان. قال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ذكر خيانة بني إسرائيل، قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، مستمرين إلى يوم القيامة. وما كان من عصيانهم: إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وجبنهم عن قتال الجبارين: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب ما داموا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حتى يعلمنا ألا نجبن، وأن نفي بالعهد مع الله، وأن ندافع عن المقدسات، ونحرر مسجدنا وأقصانا وفلسطيننا وبلادنا، كل بلاد المسلمين. ثم أتبع ذلك بتربية مهمة من استئصال الغل والحقد والحسد من قلوب المؤمنين، وذلك بذكر قصة بني آدم. ثم بعد ذلك ذكر لنا لا بد من الدفاع عن الحق وقتال أهل الشر ودعاة الفتنة وتجار السوء، والإمساك بأهل الحرابة الذين يشيعون الخوف بين الناس. وبين حد السرقة واستئصال شأفة الخارقين لأمن المجتمع الناشرين الرعب فيه. وذكر قصة قابيل وهابيل، قلنا قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بعد ذلك بين شدة حنق وحقد المنافقين على الإسلام وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصمه من كيدهم، وكذلك يعصم الأمة إنهم استمسكوا بالقرآن الكريم وبسنة النبي العظيم. قال: والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس. وبين إعراض الكافرين من يهود ونصارى حتى لا نقع في أعمالهم، قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. ثم إنهم تركوا حكم دينهم وجاءوا يبحثون عن دين، عن حكم آخر، علهم يجدوا مهربا من الأحكام التي عليهم. قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والمؤمن لا يبعد عن أحكام القرآن والسنة التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، وحري بالمؤمن أن يصادق وأن يحب وأن يوالي المؤمنين. قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تقترب منهم ولا تستمع لتطاولهم على الذات العلية، لأنهم والعياذ بالله من أحط أجناس البشر حين نعتوا الذات العلية بأبشع الصفات وخسيس مثالبهم، فأخزاهم الله ولعنهم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فلن وليهم. وقال: فترى الذين في قلوبهم مرض من المنافقين يسارعون فيهم يذهبون إليهم يتحننون إليهم يترققون لهم يوالونهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هم في يديهم القوة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم عرضت صفات المؤمن المنتصر: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. هذه صفاتهم، صفاتهم. ثم أمرنا بالبلاغ، لأننا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والله وعد القائمين على ذلك بالدعوة والبلاغ بالحفظ والتمكين، من خلال وعده لرسوله الكريم بالحماية والنصرة. والله يعصمك من الناس. وصريح العبارة: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. ثم تحدث على ما فعله النصارى، ورد الأمر إلى أن عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد لله ورسول من عند الله وبشر، وبين صفات كثيرة
لعيسى عليه السلام في اتباعه للحق، ثم بين لنا أحكاما كثيرة كأحكام الأيمان وأحكام الصيد في وقت الحرم وأحكام الشهادة إذا مات أحد الناس، وأبرز الأدلة التي استخلصت منها واحد: الأصل في العقود اللزوم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن المقصود منها أحكامها لا لذواتها، لا ذواتها. يبقى الأصل في العقود اللزوم. اثنين: أصل القواعد المتعلقة بفعل الطاعات وصنع المعروف والإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم. أصل القواعد المتعلقة بفعل الطاعات، صنع المعروف، الإحسان إلى الخلق، كف الأذى عنهم. قال: وتعاونوا على البر والتقوى. أصل الأحكام والقواعد المتعلقة بالاضطرار كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. أحكام وقواعد الإباحة الأصلية ترد إلى الشرع الذي قاله ربنا: اليوم أحل لكم الطيبات. تنبني عليها أحكام وقواعد الإباحة الأصلية، والشرع هو الذي يحرم، هو الذي يحلل. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا أصل لقاعدة تقديم النادر على الغالب أحيانا، وهذا أمر بيسأل عنه الناس اللي في الغرب كثيرا جدا، وهي آخر آيات القرآن نزولها ليس فيها منسوخ: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ما استحلوه مما كان حلالا. أما إذا استحلوا خنزير وذبحوه حتى على الطريق الإسلامية، هذا حرام. وهذا أصل لقاعدة تقديم، لقاعدة تقديم النادر على الغالب أحيانا. يقول الإمام القرافي: إن مما قدم فيه النادر ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم، الغالب نجاسته لعدم تحرزهم عن النجاسات ولمباشرتهم الخمور والخنازير ولحوم الميتات، والنادر طهارته. ومع ذلك أثبت الشرع حكم النادر وألغى حكم الغالب وجوز أكله. لماذا؟ توسعة على عباده، توسعة على عباده. ومع ذلك نقول بفضل الله في مناطق المسلمين التي يعيشون فيها في الغرب الآن، هناك كثير من المحلات الإسلامية التي تبيع الحلال، وهناك بعض المحلات الأمريكية كذلك التي تبيع الحلال زي رستوران ديبوت وكذلك كاسكو، بتبيع كثير من الحلال. لكن على المسلم أن يتحرى الحلال في أكله ومشربه، لأن الحلال يربو ويصفو ويجعل المؤمن مقربا إلى ربه. هذه بعض الإضاءات من أنوار وهدايات سورة المائدة، نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها. وبعد ذلك إن شاء الله نلج إلى آية آية نتكلم على بعض أنوارها وبعض هدايتها، لعل الله أن ينير بها قلوبنا وينير بها أعمالنا وصحائفنا، وأن يثبت بها أقدامنا، وأن يرقينا بها إلى مراقي الفلاح، حتى يجمعنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا مع الوجوه الذي قال فيها في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.